الجلال هو التعظيم والهيبة، وأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته منقسمة إلى قسمين في أحد الاعتبارات: صفات جلال وأسماء جلال، وصفات جمال وأسماء جمال. ولهذا فإن ختمة القرآن المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية فيها هذا التفريق، حيث قال في أولها: صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال. وهذه من الألفاظ التي أشعرت كثيراً من أهل العلم بصحة نسبة تلك الختمة لشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني في كلام في ما يتعلق بالختم، ونسبوا لشيخ الإسلام هذه الختمة وفيها أدعية، بعضهم لا يثبتها، وبعضهم من هذا الاستنباط الذي ذكره الشارح يقول هذه من عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن المقصود هنا أن أسماء الله وصفاته منقسمة إلى جلال وجمال، ومعنى الجلال أي الأسماء والصفات التي تورث العظمة والهيبة والخوف، هذا الجلال، الأسماء والصفات التي تورث العظمة والهيبة والخوف، مثل القوي والعزيز والجبار والقهار والقدير إلى آخر هذه الأسماء والصفات. وأما صفات وأسماء الجمال فهي التي ينبعث عنها المحبة والرغب، فكل صفة ينشأ عنها المحبة يقال لها صفة جمال. فمن صفات الله عز وجل أنه جميل، وهذه من صفات الجمال، وهو الرحمن وهو الرحيم، وهذه من صفات الجمال، وكذلك السلام والمؤمن والودود ونحو ذلك من صفات الجمال. والأسماء والصفات التي هي من تفريعات ربوبية الله عز وجل على خلقه هي من قسم الجمال، وهي التي تورث حسن التوكل على الله عز وجل.